ومعكم الكابتن عجيد فيديو جديد في يوم الاربعاء 24 رمضان. اول حاجه نبدا بيها اللي مبتدئ واللي لسه جاي جديد او اللي هتمرنوا كمال اقسام، اول حاجه نسخن نعمل احماء على السير لمده 3 دقائق. تمام، انا حبيت ان اعمل جوله على السريع. طبعا دي تمرين الرجلين، تمرين الظهر، تمرين الرجلين، كلها متعلقه بكمال الاقسام. تمام، تمرين رجلين، تمام، تمرين الظهر، تمرين الظهر، تمام، كلها جولة، تمرين السواعد، تمرين الصدر. تمام، طبعا بالنسبة اللي عايزين يخس او اللي عايزة تخس، ده رقم واحد في تخسيس وحرق الدهون مع تثبيت الاكل والسكريات، وده تاني حاجة برضو كارديو على العجلة لحرق الدهون. فانا حبيت ان انا اعمل جوله في السريع، انا الكابتن عبد المنجم محفز رياضي، جوله في الجيم. طبعا دي سهله اللياقه والتخسيس للشباب والبنات، لكل الناس اللي عايزين يظبطوا جسمهم، اللي عايزين يخشوا واللي عايزين يتمرنوا كمان اقسام. قبل ده كله اللي مبتدئ او اللي لسه جاي اول مره يتمرن في الجيم، سواء كان في رمضان غير رمضان، اهم حاجه الاحماء على السير او الاحماء اللي هي كده او بالدمبل اللي هي الكيلو. لازم نحمى، نتعلم ازاي نلعب صح رياضة، لازم نركز فيها كويس، لان احنا لو ما صحصحناش في رياضة ممكن لا قدر الله يجيلك اصابة، تجيلك اصابة، فكل حاجة لازم نديها حقها. تمام، طبعا كان في التخسيس او في كمال اقسام، لو جسمك عايز يظبط ظبط اكلك، ولو جسمك عايز يظبط ظبط اكلك، وفي نفس الوقت ممارسه تمارين حرق الدهون، المشي على السير، ممارسه تمارين كارديو، تمارين البطن، وتمارين حرق الدهون انا بنزلها. تمام، اما اللي عايز يبني عضلات او اللي عايز يعمل مثلا عضلات وتاخد لها كمان اقسام، اهم حاجه ان احنا نتمرن صح ونبدا بالتدريج، رياضه صبر وفن وتركيز. لو احنا ما ركزناش في التمرين او في اللعبه اللي احنا هنلعبها ممكن يجي لك اصابه. تمام، فالرياضه هي حياتك، استمر استمر على الرياضه. اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، انزل اتمرن، وانزل اتمرن، اهم حاجه التفاعل واللايكات. شكرا لكم.